ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وطيبين يا غاليين. رجعت لكم فيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو، اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها، وتعملوا لايك وشير للفيديو. هبدا معاكم النهارده الفيديو، والفيديو ريفيو عن مقياس شنط. طبعا للي عارف او متابع قناتي يعرف ان انا واحده مغتربه عايشه في السعوديه، فطبعا بنزل اجازات كتير وبروح وبرجع بروح وبرجع. والمشكله الادميه اللي بتواجه كل الناس اللي بتسافر باستمرار موضوع الشنط، موضوع الاوزان، ان انت ممكن تكوني واخده وزن زياده، او مثلا عايزه تحطي حاجات ومش عارفه الوزن اللي معاكي قليل ولا ايه النظام. وفكرة بقى ان انت تجيبي ان انا اشيل الشنطة واقف بيها على الميزان العادي بتاعنا، اوقات بتبقى متعبة. فالصراحة انا كنت بتمشى في محل، بس هو قفل، بس عموما الميزان ده موجود في الباسم، موجود في محل حركات، موجود في بحر التخفيض. كنت بتمشى في محل اسمه بحر التخفيض، بحر التخفيض او حلول التخفيض، حاجة زي كده، اللي هو حاليا بقى 20، اللي هو في وش كارفور. كنت بتمشى فيه وكنت عايزة، كنت خلاص نازله ومسافره وكنت محتاجه ميزان عشان الوزن. لقيته بصراحه كنت مش مقتنعه بيه قوي، خصوصا يعني ان هو ب5 ريال، فاستضعفته بصراحه يعني. بس جبته، قلت يعني هشوف. وبصراحه لما جبته ما توقعتش خالص 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 ان هو هيبقى كده. هو في اشار يعني في 2 سهمين، ده السهم اللي من جوه، يعني اللي هو لما بتشيل الشنطه بيوزلك، والسهم الاسود ده تقدري عادي تحركيه كده على الوزن اللي انت عايزاه. يعني انت مثلا عايزه 20 كيلو، فبتحركي السهم الاسود على الرقم 20، وبعد كده بقى بتعلقي المشبك ده او البتاع ده، الخطاف ده، في الشنطه، في الايد بتاعه الشنطه، وبتشيليها. والله يا اما بقى انت محدده ال 20، جاتلك اقل من كده هتعرفي من الشرط، جاتلك اعلى من كده هتعرفي ان هي هتعدي السهم الاسود. الميزان ده بيقيس لحد 32 كيلو. طبعا احنا كل الشنط بتاعتنا يعني هنا عموما يعني في الشركات بتاعه الطيران، يعني اقصى شنطه بتكون 30 كيلو، لكن في المعتاد هي بتبقى 23 كيلو الشنطه. لو هتيجي مثلا بيها شنطه واحده للسفر مش شنطتين، فبتبقى 30 كيلو، فهيوزن معاكي. هو بيشيل اكتر من 32 كيلو، يعني هو لحد 32 كيلو. بعد كده بقى لو عمل زياده بقى بتحسبي من خلال الشرط اللي موجوده دول، الزياده دول هيبقوا قد ايه. بصراحه انا بالنسبه لي كان حلو جدا معايا، وما خيبش خالص في اي مره كنت بوزن فيها، بل بالعكس كان بيجيب لي وزن تقريبي جدا للوزن اللي كان بيبقى معايا في الشنطه. عشان اكون صريحه معاكم، يعني مثلا كنت بوزن الشنطه 23، لما كنت اظبطها مثلا على، انا ما كنتش بظبط الشنطه على 23 بالظبط، برضو تحسبا ان ممكن يكون في حاجه غلط. كنت بظبط مثلا الشنطه على 22 كيلو، وهو صراحه ما كانش بيخيب. يعني مثلا كان ممكن يعمل 21 كيلو ونص، 21 800، يعني ما كانش بينزل معايا قوي في وزن الشنطه. فبصراحه ريحني، وحجمه صغير جدا وعملي، تقدروا تخلوه معاكم في شنطتكم وتحطوه معاكم في شنطه السفر، مش تقيل، خفيف جدا، وسعره ولا اروع من كده. فانصحكم جدا اللي عايز بقى يوزن الشنط والكلام ده كله، ان هو هيلاقيه يا اما في الباسم او في بحر التخفيض او في حلول التوفير، هتلاقوه بيتباع في الاماكن اللي هي بتبيع المنتجات اللي ب5 ريال. وبس، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا زر الجرس يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. شكرا وباي باي.